بالوجوب قبل كل موجود، والصلاة على ذي المقام المحمود والحوض المورود، ثم الرضا على آله وأصحابه من كانوا في الحق خير الأجناد والجنود. سيد عامل عمالة مكناس، سيد رئيس جماعة مكناس، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته، نرحب بكم في هذا اللقاء الإخباري والتشاوري لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل جماعة مكناس. أكيد كلنا يعلم أن قانون تنظيم 113/14 أوجب على الجماعات المحلية إعداد برنامج عملها لست سنوات خلال ولايتها، على أن يكون إعداد هذا البرنامج داخل السنة الأولى من ولايتها. وفي هذا الإطار نلتقي في هذا اللقاء الإخباري والتشاوري لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل جماعة مكناس لسنوات 2022-2027. أكيد برنامج عمل جماعة يستبد من التوجيهات الملكية، يستأنس كذلك باستراتيجيات حكومية، ويستأنس كذلك ببرامج عمل كل من الجهة والمجالس العملات والأقاليم. في هذا الإطار نلتقي اليوم، وأول وخير ما نفتتح به هذه الجلسة هو آيات بينات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعنا القارئ بشا المالكي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون. نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله. حضرات السادة الأفاضل أيها الحضور الكريم، أدعوكم جميعا للوقوف تعبيرا عن حبنا لوطننا بالاستماع وترديد النشيد الوطني. لإعداد برنامج عمل جامعة مكناس لسنوات 2022 إلى 2027، هذا اللقاء الذي يشرفه بالحضور السيد عامل عمالة مكناس، والذي يقدر إلا أن يحضر هذا اللقاء ويترأسه ويشرف على هذه الانطلاقة وهذا اللقاء الإخباري، أدعو السيد عامل عمالة مكناس لإلقاء كلمته بالمناسبة، فليتفضل مشكوراً.